عسلامة البنات. عسلامة. عسلامة. قدموا لي رواحكم. خلود. نقول من الكرام. من الكرام. من الكرام. يعني انتم اصدقاء ظاهرين بنات حومة. اي بعضنا بعضنا. اخوات. ما تحسبوش اصدقاء. قداش عندكم تعرفوا بعضكم؟ 8 سنين. 8 سنين 9 سنين هكاك. علاقتكم كيفاش؟ ما احترمنا بعضنا برشا. تحكيو كل شيء. كيف ما الاخوات حتى في شبيها نشابوا لبعضنا ديما يقولوا لنا. نخفوا شويه لبعض. ديما بعضنا ديما مع بعضنا في كل شيء. علاش ديما زوز بنات كيبداو ديما مع بعضهم يقولوا لهم راكم تشابوا لبعضكم؟ والله ما نعرف. ممكن ناخذوا مع بعضنا نفس الطبيعة. أثروا على بعضكم. أي كيكة. نصرفوا كيف بعض. قربنا بعضنا برشا. سينو موضوعنا البنات العلاقات العاطفية في سن صغير، هل هي مضيعة للوقت ولا؟ والله انت وكيفاش انت والطفل في سن صغير معناها هكا كيفكم انتم 18 19 سنه مش انت والطفل فما كيفاش نقول لك انت كي تحب حاجه تضيع بها الوقت وقتها انت ومخك انت ومخك كنت تحب معناها تكمل مع الطفل هذاك كلمه احنا علاش قلنا مضيعه للوقت ولا لا خاطر في السن هذا معناها نتاع بيت تقرا هكا ولا هل العلاقه العاطفيه تنجم تضيعكم على القرايه لا تنجم تقرا وتصوح بنورمال يا اخي انت كي باش تنجم مع قرايه شنو دخل هذا شو انت تسكت باهي كيفاش نفسر لك راه شنو سالتو سؤال تضيعكم على قرايه ولا العلاقات العاطفيه في سن صغير مضيعه للوقت ولا لا هي كيفاش انت مش انت ومخ انت واللي وانت وشكون وانت كيفاش وانت ومخ انت والريلاسيون مش فما تضيع وقت وفما لي انت كيفاش تحب هذاك الانسان مثلا جوست وقت وفما لي معناها سيريو تحكي فهمت يعني هل السن ذاك انت تكون مؤهله لعلاقه عاطفيه رسميه ليه علاش اخي فما بيت تعرف علاش امي وبابا عرفوا بعضهم في الثلاثينات ما هو عرفوا بعضهم مثلا في 16 سنه في 17 سنه بلا ذاك كيما قبل تو تبدلت الدنيا ما عادش الاولاد ولا تلعب بالبنات برشا ما عادش كيما قبل معناها انت وطفل راني قلت لك يبدا طفل سيريو معاك ويحبك والكل وقتاش تعرفوا اللي هو سيريو يحبك يجي يخت كيجي يخت كيجي عرس كون قال لك الكلام هذا باهي اسمع باش كل وحده باش تاخذ وقتها في الكلام باهي الحب خليها شيرا وحدها زيد باش كيفاش نحكي لك انا تاو باش يجيك واحد يقول لك نحبك شحال عندك تعمل بيه ما هو يلزم داركم يرضي دارك يرضي اخواتك بوك امك انا مثال شنو نرضى بيك وكي يرضوا بيك دار مرحبا حاجه اخرى باش يعرفوا داركم انت مع شكون قاعده تخرج انت وطفل معناها في علم داركم صحيح يلزم يدخل من الباب ولد الباب شنو رايك انت قلت لك يعني قلت لك انا انت وطفل لازم طفل يبدا مثلا نظيف عنده ما يبدا سيريو مش يلعب البنات انت وطفل انت والريلاسيون اللي تعيش فيها مع الطفل يعني هو الوقت الكافي اللي باش تحس فيه الراجل اللي معاك جدي في اموره طول المده تعرفوا بالاحداث نتاعو بالتصرفات بالاهتمام نتاعو ما تعرفش مش من اول ضربه باش تعرفوا اللي يحبك ولا فما زيد تبدا عبد مع شريته 4 سنين 5 سنين ما تعرفوش على شنو يمشي وعلى شنو يجي بعد يجيب ضربه كيما ضربه ليش ما تفهمش كيفاش ما تعرف انت تحس الانسان كيفاش يبدا لاهي بيك يبدا يتصرف معاك يبدا متقرب لك كيفاش يعمل كيفاش يحكي فهمت معناها مش خلال تصرفاته انت تفهم الشخص هذاك حشته بيك ولا لا اي بالضبط شنو الضربه اللي جاتك انت لطف عليك لا ما جاتني حتى انا كنت في ريلاسيون برشا هو مش بح... أكثر حاجة أكثر ضربة جاتك مثلا من لا تسكت أنت تسكت برشا هما ضربات جيت تحسب تغلط كل طفل معاه جات ضربة كيفاش معناها يخونك يقول لك كلمة خايبة ما يوصلش باش يقول لي كلمة خايبة ما فما طفل هاكا يخونك فما اللي يخليك يغدرك فما اللي يخليك تتعلق بيهم بعد يسيبك فما اللي يخليك تتعلق بيهم بعد يسيبك فما برشا ضربات كيما نكا انت سريعة التعلق ولا لا؟ اي رزينة انا عندك دون ما نحكي معاهم على الكل نجم نتعلق بك من الاول انت والعبد انت وتصرفات نتاعو وانت طبيعته وكلامه وتصرفاته وكيكا توا تعلمت باش ما عادش تتعلق بالعبد في ساعة ولا لا ما عادش تعلق ما عادش تعلق بحد وانت كيفها ولا لا انا مش كيف لا انا ما عادش تعلق يزي باي انا صعيب هاك شوي باش نتعلق صعيب باش نتعلق بالعابد هكا معناها صعيب شويه مش خاطر قبل زيدا صارت لي برشا مرات نتعلق بعبد بعد يجي نهار وفهمت تطلع حكايه معناها فارغه صحيح فارغه
دونك هكا وخذيت ديسيزيون عشان نتعلق بعد لا نحب حد خاطر مازلت صغيره ومازلت الدنيا قدامي. انت تعرف علاش انا سالتك قلت لك العلاقات العاطفيه مضيعه للوقت ولا تو انت تقرا على روحك وتعرضت للاساءه من طرف شخص اللي هو في حياتك معناها في علاقه عاطفيه هذه باش تاثر على قرايتك كي تبدا انت في شخصيتك ومعناها حتى حاجه ما تبعدك على الحاجه هذيك وتبدا الحاجه تحبها معناها بقلب وتبدا تحب الحاجه هذيك تحب تعملها ما يبعدك عليها حد انت وشخصيتك زاده وانت والحاجه هذيك شنو تحب مثلا العمر عنده دور فيش العمر انت قلت لازم تكون عندها شخصيه قد ما زدتك خاطر احنا حكينا على علاقات في سن صغير قد ما تعيش حالات وقد ما تعرف عباد وقد ما تشوف حاجات قد ما تزيد تتعلم وقد ما تزيد تكبر وقد ما تزيد تتربى معاش تحب فيسا معاش تتعلق بالعبد فيسا بشوية شخصيتك تمشي وتكبر تكبر تكبر لين صايم ترزم في الوقت هذاك هذاك عليه العمر عنده دور في ال وزيد توا كيما تشوف معناها الاجواء وبتاع توا معناها الجيل توا فما تفايق ولاد حاله جيلكم انتوما جيل فايق هو راهو يتسمى هذا معناها قبل مش كيف توا مخو يبدا فايق حتى يبدا صغير يبدا يعرف كيفاش يتصرف حكاي انت تعرف كيفاش تتصرف توا بيان سور اثبت لي انا اي كيفاش نثبت لك من خلال الحكايه هكا صارت معاك عرفت كيفاش تتصرف فيها ايه برشا ما يعني مانيش برشا مواقف فكرها كي برشا حاجه تعرف كيفاش تخرج منها وتعرف العبد هذاك جايك تبدا حتى كي تشوفه جايك كي تعرفوا على شنو ناوي تلمو انت معاشر عبيد وتعرف كيفاش فهمت تعرفوا على شنو ناوي كيفها بالضبط انا قلت لك قد ما تعيش حاجات قد ما تتعلم باش تفيق والكل فهمت الدنيا دروس يا قطوس كيما قالت لي جاتكم مره اخرى والله الدنيا دروس تنصحوا بعضكم هكا في الحكايات هذم ولا يا اخي صحاب باش مجهول اصحاب ساعات يقول لك ما ساعات نكروا على بعض ساعات يقول لك صحاب خايبه ولا فماش صحاب راه يكذب عليك لا فما كعب كل انت والصاحب عاد انت تعرف صاحبك تشوف صاحبتك نحكيوا عليكم انتم زوز احنا زوز ما نحسبوش مع بعضنا ما فما يقرب لبعضنا على الاخر كل اخوي ليش تنصحوا بعضكم شكون الساعه اللي تنصح اكثر انا خاطر انا الاكبر اكبر ايش تنصح نصحها برشا حاجات مثلا نشوف الحاجه كيف كان انا شفت حاجه كان انا شفت حاجه عليها غلطه نقول لها كان هي كيف نخلي لكم كلمه الختام ما تحبوش من قلبكم تقدموا تحيه لعائلتكم تنصحوا البنات اللي في عمركم حاجه هكا والله يا البنات ما تغركمش المظاهر ردوا بالكم تحبوش من اول ضربه بالحب انت يعطيك ايوه قدم تحية لبابا أمي كل قدم لهم تحية شوفوني قدم تحية لخويا بلاك تجي من برا ما تعملي شيء ماني أختك نحبك برشا شوفوني أصبركم شكرا.